اللاعب حمد الجيزاني. اللاعب حمد الجيزاني اسمه كامل حمد الجيزاني، ولد 4 مارس 1993، يبلغ من العمر 30 عام، ولد بالرياض بالسعودية. هو لاعب ظهير أيمن، يلعب حاليا مع نادي الوحدة برقم 28. مسيرته الشبابية مع نادي الرياض عام 2013 ل 2014، مع نادي الشباب من 2014 ل 2017، ومع النادي الفيصلي إعارة من 2015 ل 2016، ولعب مع نادي القادسية ونادي دمك الرياضي ونادي هجر الرياضي ونادي الوحدة السعودي عام 2020.